منذ قديم الأزل حمل العرب بالسيف سلاحاً يذودون به عن عرضهم ويدافعون به عن أرضهم، وتغنوا وآل هاشم منهم بالسيف عنواناً للهيبة والعزة والمنعة والمكانة. وها هو سيف الملك المؤسس عبد الله الأول الذي صنع عام 1916، العام الذي انطلقت فيه ثورة العرب ونهضتهم الكبرى. يظل حتى اليوم في عهدة بني هاشم تذكاراً لحلم متجدد بغد أفضل. واليوم يهدي جلالة الملك عبد الله الثاني ولي عهده سيفاً يطابق سيف الملك المؤسس بمناسبة زفافه، لكأنه يشاركه أمانة ما يحمل السيف من إرث نهضة ونضال وآمال. صنع السيف بسواعد أردنية خالصة، واستغرق صنعه 6 أشهر. بدأت بانتقاء الحجارة التي سيستخرج منها حديده من الجبال المجاورة لقلعة صلاح الدين الأيوبي في عجلون، حجارة منها صنعت جيوش صلاح الدين سيوفها، وبصلابتها كانت شاهدة على تاريخ مجيد. وبعد انتقاء الحجارة تسخن ثم تطحن، ولاستخراج حديد الزهر من الحجارة بعد طحنها تسخن أفران حرارية إلى 1200 درجة مئوية، يوضع فيها مسحوق الحجارة في عملية تستمر حتى 7 ساعات، حتى ينصهر الحديد ويتكتل وينفصل عن باقي مكونات الحجارة مكوناً زهرة الحديد. ومن ثم يتم استخراج حديد الزهر، وللتخلص مما تبقى من شوائب فيه تضاف خلطة من المعادن والزجاج ومواد أخرى تساعد عند انصهارها على امتصاص الشوائب وتنقية الفولاذ. يوضع الخليط في الفرن الحراري ل4 ساعات لينصهر ثانية، وبعد تبريده لمدة يوم تكسر الطبقة التي تجمعت فيها الشوائب للوصول إلى فولاذ الجوهر الذي تمت تنقيته، والذي يستقر في القاع بما يشبه شكل كعكة معدنية. تبدأ بعدها عملية تشكيل المسطرة، والتي تبدأ بتسخينها حد الإحمرار وطرقها لتشكيلها بالشكل المطلوب. تستمر العملية المضنية بين تسخين وطرق حتى الوصول لشكل مسطرة منتظمة. ولتشكيل نصل السيف ترسم علامات على المسطرة وفق القياسات المطلوبة. تبدأ بعدها عملية الحف والبرد والصنفرة والتلميع حتى الوصول للشكل النهائي للنصل. ولصناعة الغمض يرسم شكل نصل السيف على قطعتين متقابلتين من الخشب، يحفران ويفرغان ليتسع الفراغ بينهما للنصل. تجمع بعدها القطعتان بالغراء، ويلبس الغمد الخشبي بقطعة من الجلد الطبيعي تخاط عليه. ولعمل المقبض والواقيات نسخت الزخارف المنقوشة على سيف الملك عبد الله الأول بن الحسين على ورق، ومن ثم نقشت يدوياً بعناية على مقبض وواقيات صنعت من الفضة الخالصة وفق قياسات السيف. وبعد الانتهاء من صنع الغمد والواقيات تجمع قطع السيف ليكون نسخة مطابقة لسيف المغفور له الملك عبد الله الأول بن الحسين، باستثناء نقش إضافي على النصل طلب جلالة الملك عبد الله الثاني إضافته خصيصاً لولي عهده. يحمل النقش كلمات الآية الكريمة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. بهاي المناسبة يا حسين بهديك هذا السيف الهاشمي، رمز العدل والدفاع عن الوطن.